وكان الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، وأكد السيسي أنه بحث مع ميركل خطوات برنامج صندوق النقد الدولي ودعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. الصعيد الاقتصادي استعرضت الخطوات والقرارات الجادة الشجاعة التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والجاري تنفيذه، وكذا الاتفاق الذي تم التواصل إليه مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم هذا البرنامج، فضلا عن المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها سعيا لتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد. وأود هنا أن أعرب عن تقديري لدعم ألمانيا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد متانة وقوة العلاقات الممتدة والتي تربط بين البلدين.